مشاهدينا الكرام، نعود قليلا إلى الوراء لنناقش القضية الفلسطينية بعد تمكن الفلسطينيين من فتح باب الرحمة الواقع في الجدار الشرقي للمسجد الأقصى، والذي تم إغلاقه من قبل قوات الاحتلال الصهيوني قبل نحو 16 عاما. للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من القدس الخبير في شؤون القدس الدكتور جمال عمرو. أهلا بكم دكتور جمال. بداية، ما دلالات اقتحام المقدسيين لباب الرحمة الذي كان مغلقا لمدة 16 عاما والصلاة فيه؟ وبرأيك هل بات الفلسطينيون على قناعة اليوم أم أنهم وحدهم في الساحة، وأنهم من يجب أن ينالوا حقوقهم بأنفسهم؟ حياكم الله أخي الكريم والمشاهدين في كل مكان. الدلالات عميقة وعميقة جدا ولها ما بعدها، فهي تأتي بعد هبة باب الأسراط وإزالة البوابات الإلكترونية قصرا، ووجهوا يومها المقدسيون صفعة لنتنياهو وسياساته العنصرية. اليوم مجددا يوجهون له لكمة أخرى قبيل الانتخابات، والتي أرادها أن تكون على جثة باب الرحمة الذي أراد نتنياهو أن يقدمه للمستوطنين ليكون كنيسا لليهود، وأراد أيضا أن يقدم فوزا ساحقا على جثة الكرامة العربية والإسلامية من خلال المطبعين الذين يهرولون إليه في تل أبيب وفي وارسو. إذن الدلالة عميقة جدا، ومن شك أن هذه الهبة، هبة باب الرحمة، شكلت منعطفا متجددا دائما يعطي انطباع بأن المقدسيين يفهمون أن الله قد اجتباهم في رسالة سماوية حتى يصمدوا ويثبتوا على هذه الأرض، إلى أن يأتي كما تعودنا عبر التاريخ، أن يأتي عمر بن الخطاب، يأتي صلاح الدين الأيوبي، يأتي الفاتح محمد الفاتح، يأتي من يأتي من الفاتحين. سوف يأتي اليوم الذي فيه ينضاف إلى المقدسيين سائر أبناء الأمة من عرب ومسلمين. دكتور جمال، تساءل البعض عن الأسباب التي رأوها بأنها كانت غريبة بعض الشيء من قبل جيش الاحتلال، مع طبعا حراك المقدسيين اليوم لم يقم بالمواجهة بالعنف كالمعتاد، لماذا برأيك؟ طوال الليل كان الاحتلال يعتقل النشطاء الشباب، ويعني فوجئنا بالاحتلال يطوق البيت في الساعة الثالثة فجرا، وكان قد طوق منازل أخرى في المدينة المقدسة واعتقل العشرات، وعرفنا منهم 60 معتقلا على الأقل. فالذي حصل يا سيدي أن بدل 60 معتقل الذين ظن الاحتلال أنه قد وجه لهم ضربة في منتهى القسوة في المعتقلات الصهيونية، أرسل له المقدسيون 60 ألفا، ألف شاب عن كل معتقل واحد. وبالتالي يعني هؤلاء هبطوا للميادين وفاجأوا الاحتلال، فأسقط بين يديه. لم يكن بوسع الاحتلال أن يواجه هذه الجموع الهادرة الغاضبة جدا التي كانت مستعدة لأي نوع من المواجهات، وبالتالي آثر الاحتلال أن لا يقع مرة أخرى في فخ جديد ويستسلم بشكل ذليل كما استسلم سابقا أيام هبة باب الأسباط. دكتور جمال، طرحت قبل قليل موضوع اعتقال ناشطين مقدسيين، هل هناك معلومات عن ظروفهم الآن؟ نعم، البعض منهم سيعرض على المحاكم صبيحة يوم الأحد، لأن دولة الاحتلال لا تعمل يوم السبت، لكن الكثير منهم أفرج عنه، يعني كان اعتقالا احترازيا ولم ينفع الاحتلال، وبالتالي وجد نفسه صاغرا ومضطرا للإفراج عنهم هذا اليوم، عصر هذا اليوم الجمعة أفرج عن البعض، والبعض الآخر سيعرض على المحكمة صبيحة يوم الأحد. لكن وليكن، يعني يعتقلوا أو لا يعتقلوا، ظروف الاحتلال في الاعتقال في منتهى البؤس وفي منتهى السوء، لكن الشباب اليوم كانوا يهتفون في باب الرحمة ويقولون ما يهمنا اعتقال، وهم جاهزون لهذا الاعتقال الفاشي العنصري، حتى لو مهما كلف الثمن لن يستسلموا ولن يرفعوا الراية البيضاء ويمثلوا أمة المليار والنصف مليار مسلم، وهم بذلك صامدون وصابرون ولديهم إرادة صلبة. الدكتور جمال عمرو الخبير في شؤون القدس، شكرا جزيلا لك.